تحية وتواصل أشواطنا بعد الشكر لزميلي فيصل كبالي. في تواصل الأشواط يتجدد اللقاء بحضراتكم في أشواط صباح هذا اليوم، أشواط الصعوب، أشواط الفطامين لأول مشاركة لها هنا ميدان سيف العرب، أحد فروع وذرع تحفة الميادين في المرموب. يحتضن هذه الشعارات، يحتضن هذه الأسماء القادمة في هذا الموسم، موسم الصيف والقادمة إلى الميادين، سن الفطامين وحقائق المستقبل وهذا الموسم. نعود إلى مقدمة الشوط، في الشوط السابع تتقدم المشاركات الواصلة متواصلة في هذا المسار، ويأتي ناصر بن سعيد بن سالم العمري لتقود المشاركات. تليها في المركز الثاني تتقدم الشاهينية، حمد بن محمد الغويص السويدي على ثاني المراكز، بينما المركز الثالث شوف الشوط يحمل رقم 32 ما شاء الله، هناك فجر فجر علي بن خليفة بن سعيد بن عنتر الغفلي، والرابعة وصلت في هذه اللحظات مزنة، وياتي سالم بن دعيفس بن حمود الوهيبي على المركز الرابع والمركز الخامس. تحركت ووصلت مشكورة، سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي، يلا يا ابو سالم، الله 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 الله، شوف الرقص، شوف ميدان سيف العرب، شوف الاداء الجميل هنا، من يحتضن هذه الاسماء، من يحتضن هذه الاعداد وهذه الشعارات. نسير مع المركز الاول، غيرت الحاكمة 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 محمد بن حمد بن سالم الكتبي، غيرت الى مقدمة الشوط، غيرت الى مقدمة الشوط، وصلت الشاهينية، اعتاب بن سالم النايلي على المركز الثاني في الامتار الاخيرة، واصل بو سالم، قادم بو سالم، اشكرك اشكرك، يا سلام الشاهينية، قلبت موازين الشوط راسا على عقب، انتزعت الناموس، تهانينا تهانينا عتيبة بن سالم من خلفان النايلي، مشكور يا ابو سالم، تهانينا عتيبة بن سالم النايلي على فوز الشاهينية في الامتار الاخيرة. المركز الثاني وصلت فيه اللي هي الحاكمة لمحمد بن حمد بن سالم الكتبي، والمركز الثالث مشكورة للسالمين بن سالم الشامسي. هكذا كان هذا الشوط واثارته، الشاهينية في الامتار الاخيرة تمكنت من الفوز. بنشوف تغويتها الزمني مع الزميل، دقيقتين واربعة عشر ثانية، تهانينا عتيبة بن سالم النايلي على فوز الشاهينية بالمركز الاول وانتزاعها ناموس هذا الشوط.